حشد محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري معنويات لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي اليوم في الجولة 30 من منافسة الدوري الممتاز. وطالب محمد عمر لاعبي الاتحاد السكندري ببذل أقصى جهد في مباراة اليوم من أجل الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المراكز الدافئة بجدول ترتيب الدوري. وأكد محمد عمر ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل تصحيح الأوضاع والخروج من الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق الآن. وكان الاتحاد السكندري أعلن تولي محمد عمر تدريب الفريق قبل عدة أيام قليلة بعد الموافقة على رحيل عماد النحاس نتيجة النتائج السلبية للفريق. وعلى جانب آخر أكد حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على صعوبة مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري. وقال حمزة الجمل في تصريحاته: اللاعبون يقدمون أداء جيد في الفترة الأخيرة وتطور مستوى هو نتاج عمل وجهد طويل، خاصة وأننا قمنا بعقد أكثر من 40 جلسة مع اللاعبين على الصعيد الفني والمعنوي. وتابع: هدفنا في المرحلة الحالية تصحيح ترتيب الفريق بجدول المسابقة من أجل مصالحة جماهير الدرويش قبل نهاية الموسم الجاري. وأود أن أشكر أعضاء مجلس الإدارة على مساندتهم ودعمهم للاعبين في الفترة الماضية، وهدفنا حصد 3 نقاط في مباراة الاتحاد.